سلام البنات، سلام حبيباتي، مرحبا بكم في قناة هوس وصفات أم إلياس. مرحبا بكم عندي في القناة. اليوم إن شاء الله جيت غنوجد معكم واحد لي كريب لي ساهل وبلا حليب وكيوجد دغيا وكيجي زوين وما تتفرقش بينه وبين الحليب. الكريب لي بالحليب كيجي زوين، وبقاو معايا في الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. لا البنات، غندوزو إن شاء الله للمقادير. عندي نص سيترو ديال الماء ما يعادل 500 مليلتر، عندي ربعة ديال الطحين ما يعادل 250 غرام من الدقيق الأبيض، وعندي جوج بيضات، وعندي جوج معلقات ديال الزيت، ومعلقة السكر أولا المعلقة ونص على حسب الذوق اللي بغا. أنا هاد الكريب كنديرو اللي بغا يديرو مالح على الحشوة، المالحة يديرو اللي بغا يديرو حلو يديرو، السكر تيبقى غير باش شي هذا، وشوي معلقة ديال الفاني إلا كنتو غديرو حلو، قبيصة ديال الملح باش تقاد لنا الذوق. هي غناخد ان شاء الله باش نبدا نوجد، نهرس البيض هو الاول. جوج بيضات كما سلقلي اول فيكم، ممكن يجي غير بالماء وكيجي غزال البنات، صدقوني ان شاء الله الا جربتوه هينال الاعجاب ديالكم. جوج بيضات هنايا، عندي ندير معلقه ونص، الا كنتو غديرو محلوين غير معلقه. عندي جوج معلقات ديال الزيت، قيصه ديال الملح باش تقاد لنا الذوق، شويه ديال الفانيلا ولا كنتو غديروهم مالحين ما ديروش الفاني، ديرو شي قشور الحامض ولا واش هادشي. بنات هذا الكريب واخا بالما راه كيجي زوين، كيجي بحال ديال الحليب، بحال ماشي ديال ماشي غير بالماء، راه كيجي بحال مخدمه الحليب. وانا هنايا غادي الطحين مسبق لي غربلته، ندير حتى الطحين ندخلو شويه بشويه، عاد ندوز ان شاء الله نطحنو في الميكسور. واللي عندها الميكسور هذا ديرو في كله في الغراف ديال المولينيكس او الميكسور وطحن كلشي، انا غنديرو غير الميكسور ديال اليد. هاد الشكل هذا تنخلطو كلو، عاد ندوز نطحنو. هنا من بعد ما خلطتو كلو غندوز ان شاء الله باش نطحنو. هنا من بعد ما طحنتو كيجي على هذا الشكل، كيجي خفيف ما كيجيش ثقيل، ما كيجيش خفيف بزاف، كيجي على هذا الشكل هذا. غنخليه يرتاح واحد 10 دقائق عاد ندوز ان شاء الله نطيبو. هنا البنات من بعد ما ارتاحت لي الخليط ديالنا شويه نرجع على هذا الشكل، خليته واحد 10 دقائق على ما ارتاح. هاني درت هنايا البوطه تسخن، نحاول نزيد شويه بوطه هكايا غير هذا القياس، والمره الاولى ان شاء الله غندهن فيها المقله غير المره الاولى، والمرات الاخرين ما نبقاش ندهنها غير مره واحده. هات لي المقيله غادي
تقدر دير قياسها ونديرو على هذا الشكل هذا، وندورو على المقلة كله هي. ملي شفناها نشفات من هكا من الفوق، ندوز نقلبها وطيب من جهة اخرى. وهذه الحدة الثانية كما كتشوفو هانتوما، هاد الحدة الاولى كي جات كنديرها على هاد الشكل هذا، طابت من هنا وطابت من هنا. نحاولو نديروها في النيدل ونغطيوها وعلى ما نكملو الخليط ديالنا كله. الناس من بعد ما طابت لي الحدة الثانية نقلبها على هاد الشكل. هانتوما شوفو كي كيجي، ما باينش بان راه ماشي ديال الحليب غير ديال الماء بوحدو، كيجي رائع. و الا جربتوه ان شاء الله غتبقاو دائما ديروه، ما يبقاش يخطاكم. هنا البنات من بعد ما وجد لي الكريب كيجي على هذا الشكل. انا خليته في المنيدل، نتوما كتشوفوا باقي سخيخن، كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي كله زوين ونازل نتوما كتشوفوا. يعني يمكننا نتحكموا فيها كما بغينا، نتوما كتشوفوا طويها يمكن لي نتحكم فيها كما بغيت. كيجي على هذا الشكل. انا اختارت نزينه ان شاء الله بشويه نوتيلا وشويه صوص كراميل اللي حضرت هو في البيت، وشويه ديال اللوز مهرس ومقلي شويه، قطع ومقلي شويه. نبقاو ان شاء الله تشوفوه المرحله الاخرى ان شاء الله. انا البنات غنديروا على هذه الطريقه، هذه نحاول كله ندير هذه القطعه ديال البيتزا، وغندير شكل اخر. المهم غنديروا واحد هكا يجي زوين هكا وكيعجب الدراري بهذا الشكل هكا، وغنحاول نقطعو كله وندير له شويه الصوص، ندير له نوتيلا ونخلط به نوتيلا مزيان. ونحاول نحطو شويه ديال اللوز، اللي عنده اللوز بهكايا واللي بغى اللوز ايبيلي حتى هو كيصلح كيجي فيه زويون. والاخرين الناس نديرهم على هذا الشكل هذا. نديرها هكا، نديرها هكا، هادي نديرها بهاد الطريقة. هنا هذا غندير له هاد الصوص حتى هو كيجي زوين. الشكل سواء نديرو في الباسي نديرو على هاد الشكل، ندوزو نصوبو وحدة أخرى. غنبقى هكا تنكمل هاد الكريب اللي عندي كله. البنات من بعد ما وجد لي الكريب ها هو جا على هذا الشكل، كيجي مزيون. هذا الشكل قطعته سبق لي قطعته معكم راكم شفتوه، وانا زينته على هذه الطريقه هذا. الا جربتوا الوصفه وعجبتكم شاركوها مع صحاباتكم وخليوا لي كومونتير وفعلوا الجرس واشتركوا لي في القناه باش يوصلكم كل جديد. ومرحبا بكم حبيباتي، والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.